قام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية اليوم بزيارة إلى سفارة اليابان لدى مملكة البحرين لتقديم واجب العزاء في وفاة دولة السيد شينزو ابي رئيس وزراء اليابان السابق. وقد أعرب سعادة وزير الخارجية لسعادة السيد ماياموتو ماسايوكي سفير اليابان لدى المملكة عن خالص تعازي مملكة البحرين ومواساتها لحكومة اليابان وشعبها الصديق بهذا المصاب الأليم. مستذكرا سعادته مناقب رئيس الوزراء الراحل وإسهاماته المخلصه في خدمه وطنه وشعبه ودوره البارز في تعزيز علاقات الصداقه التاريخيه والتعاون بين البلدين متمنيا سعادته اليابان المزيد من التقدم والازدهار